نيجيري من علامة الجزاء. نابولي في دييغو أرماندو مارادونا. فيكتور يتقدم. الله، الرجل الكبير هنا في نابولي يتقدم أولا. هداف إيطاليا يستمر، وإيطاليا ليست مستعدة لك يا أوسيمين، ليست. ثالث أهدافه في الجولة الثانية من علامة الجزاء، يتقدم بثبات. فيكتور أوسيمين، فيكتور أوسيمين، هكذا في ملعب دييغو. نعم، إنه رجل نابولي الكبير، إنه المقنع، يكشف عن قناعه بهدف. الصغير هنا سيكون شاهدا، الكبير هنا. أنغويسا إلى كفارات سيخينيا. الله، تمريرة بينية يا رباه. إنه حامل اللقب، إنه حامل الذهب، حامل المتعة، حامل الدهشة، حامل السحر. إنه نابولي كفارات سيخينيا من لمسة الأولى والصناعة. دينو رينزو يصبح المهاجم الهداف. دينو رينزو يضيف هدفا ثانيا. الكابيتانو يا دينو رينزو، الرئيس امام القائد. شف كفارة والبينية، شف الانهاء من الظهير الذي يصبح جناحا. 2-0، حامل اللقب يكشر في بداية الموسم ويتحدى ويقول أنا هنا من بين الأقدام أم أنها إلى الأمام فقط. يكفر سيخيليا. دي لورينزو، دي لورينزو.